من الرياضة الكاتب الصحفي أحمد سلمان. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. إذا بداية، دلالة حضور قادة دول مجلس التعاون وعدد أيضا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى هذا المهرجان الوطني. أهلا بكم، أحييكم، وهذا يوم تاريخي ويوم وطني يضاف للأيام الوطنية التي نعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين منذ أكثر من 3 عقود. والمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية يسطر ملاحم في خلق جسور التواصل بين المملكة والثقافة السعودية وبين مختلف الشعوب العالم وقارات العالم. الجنادرية مهرجان عالمي، ورسالة المملكة يعتبر رسالة المملكة إلى العالم. أيضا هو إبراز حقيقة للثقافة العربية الأصيلة في أرض المملكة العربية السعودية، ووصل هذه الثقافة الأصيلة بالقارات آسيا وأوروبا وأمريكا وغيرها، بل تحول إلى جسر تواصل بين الشعوب ثقافيا عبر استضافاته للشرفية للدول في كل موسم. حضور قادة وزعماء لهذا المهرجان على مر مواسمه الماضية، ووصولا إلى هذا المهرجان في موسمه الحالي في نسخته 33، تأكيد على أهمية هذا المهرجان، وهو رسالة أيضا ليست سعودية فحسب، وإنما أصبحت خليجية وأصبحت إقليمية وعربية، لا سيما وهو أكبر مهرجان على مستوى العالم العربي حاليا. بالتأكيد. أستاذ أحمد، ما مدى أهمية مثل هذا المهرجان، وبرأيك لما هذه الرعاية الملكية الكريمة أيضا من خادم الحرمين الشريفين بحضور هذا الحفل وافتتاح أجنحته؟ بالتأكيد ما لاحظناه حتى وخصوصا في نهاية الأوبريت اليوم، شاهدنا لوحة فنية قدمتها العرب السعودية، وكيف يهب الملك سلمان بالوقوف بالسيف والتفاعل مع رقصة الحرب. هذه اللوحة الملحمية الوطنية بالتأكيد حين يرعى راعي التاريخ والثقافة والمعرفة وقائد موكبها الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، فهو بالتأكيد مهرجان مهم وثري، وينعكس ذلك على أهميته بالتأكيد. وحينما نتناول مثل هذه المناسبات بتفسير العلاقة بين راعيها وبين مضمونها، فإننا يصعب علينا وصف هذه الشخصية لما لشخصية الملك سلمان من حضور فاعل على مستوى الثقافة والحضارة وعلى المستوى الثقافي واهتمامه بالمعرفة. هو يعتبر رجل التاريخ الأول في هذه البلاد، وأيضا حضوره لهذا المهرجان وهذه المناسبة بالتأكيد فيها علاقة قوية تعبر عن مدى اهتمام هذه البلاد يحفظ الله بإرثها التاريخي والحضاري على مر العهود. نعم، شكرا لك، كنت معنا من الرياضة الكاتب الصحفي أحمد السلمان.